الليلة. بعد الإعلان عن البدء بالمرحلة الرابعة لحملة غضب الفرات، تمكنت قواتنا من تحرير بلدتي حزيمة ومزرعة تشرين والعشرات من القرى والمزارع التابعة لها، وألحقت خسائر فادحة بالأعداء وقتلت العشرات من إرهابي داعش، وبذلك حررت القسم الشمالي من وادي جلاب وأنقذت شعبنا في المنطقة من ظلم الإرهابيين ونقلتهم بسلام إلى المناطق الآمنة. لقد تبلشت هذه الخطوة بشكل محورين، محور من ناحية جبة الشعير، محور الثانية من ناحية سلوك. وفي هذه اللحظة التي نحن موجودين فيها وصلوا محوران إلى بعض. وفي المرحلة الرابعة لحملة غضب الفرات تم قتل 311 داعش من مرتزقة داعش، و 76 منهم جثثهم الآن تحت سيطرة قواتنا، وتم أسر 8 من مرتزقة داعش، والذين الآن هم يتم التحقيق والاستجواب معهم. وفي هذه المرحلة وبالشجاعة الباسلة الذين ضحوا بأرواحهم وسطروا البطولات، استشهد 30 رفيقا من قوات سوريا الديمقراطية.